ساعتين مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان المواطن السعودي عشان يمتلك بيت من الأحلام، لأنه كانت قوائم الانتظار توصل ل15 سنة تقريبا. أما اليوم ولله الحمد من خلال برنامج سكني تطورت منظومة الإسكان ولله الحمد، صار الاستحقاق فوري خلال منصة إلكترونية تجمع كل الأطراف من مطورين وممولين ومستفيدين لخدمة المواطن خلال إتاحة التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية جاهزة أو تقديم القروض المدعومة لبناء المنازل ذاتية على أراضي المواطنين أو التمويل المدعوم لشراء وحدة تحت الإنشاء أو حلول الأراضي ضمن مخططات سكني، وكمان تحمل ضريبة التصرفات العقارية وخدمات التصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء وغيرها من الخيارات والخدمات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنهم الأول. وبلغ ولله الحمد إجمالي الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1,200,000 أسرة للوصول إلى نسبة تملك بإذن الله 70%، كل ده إن شاء الله بحلول سنة 2030 كأحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن. خلصت الكلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.